من الأراضي الفلسطينية كمان نتحدث عن ما يحدث اليوم في الشوارع المصرية، نتيجة لكل اللي احنا بنشوفه وبنتابعه خلال الأيام اللي فاتت، ومدى تفاعل الشارع المصري مع ما يحدث على الأراضي الفلسطينية. والنهاردة الحقيقة شفنا تظاهرات، يمكن توحيد الصف أعتقد أنها كانت العنوان الأبرز فيها. خلينا نتكلم كده مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع دكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار الوطني. يا دكتور مساء الخير على حضرتك، ويعني تظاهرات اليوم وإيه اللي لمسته من خلال تواجدك اليوم، ومسألة توحيد الصف، وإنه يمكن من الإيجابيات اللي حدثت هي مسألة توحيد الصف تجاه قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، والمشاعر يعني متأججة لما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية. مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين، وطبعا كل التعازي لأهلنا في غزة. يعني النهاردة الحقيقة في مصر، لا ده يوم من أيام الاصطفاف، يوم عظيم، يوم بيبين معدن الشعب المصري قد إيه لما يبقى فيه خطر بيلتف حوالين القيادة السياسية وبيكون موجود وصلب على قد صلابة السيد الرئيس. صحيح. في موقفه المحترم اللي كلنا بنقدره تجاه حرب التفريغ الفلسطينية، النهاردة كان الحقيقة الشعب على قد المسؤولية، اصطفاف، مشاعر فياضة، وقفة جنب أهلنا في غزة وفلسطين بالقلب وبالروح والدم. هتافات الحقيقة كانت يعني بتعمل يعني قشعريرة كده، الناس كانت الحقيقة بتتكلم من قلوبها، الحشد كبير جدا جدا. فورا بقى في أعلام مصر وفلسطين، الناس عندها وعي كبير بالقضية ووعي كبير بالضغط اللي بيحصل على مصر، ووعي كمان بالموقف اللي فيه القيادة السياسية المصرية، وإنه النهاردة مصر محتاجة شعبها يقول رأيه، لأنه في النهاية ده رأي شعبي مش رأي سياسي. فهنا الناس كانت موجودة ومعبرة تعبير حقيقي عن يعني الرأي المصري. صحيح يا دكتور باسل، ويمكن الرد الفعل الشعبي اللي موجود في الشارع ده كان نتاج ل يعني ما لمسه هذا الشعب في القيادة السياسية من قرارات حاسمة وقوية وعادلة الحقيقة تجاه القضية الفلسطينية. شوف، أنا عايز أقول لحضرتك الحقيقة، موقف السيد الرئيس وثباته الانفعالي ومدى تصميم ورؤيته والحسابات اللي عملها القيادة السياسية المصرية يدرس، وفكرة استباقه للأحداث ودعوة للقمة، ويعني وكمان مناشدة الشعب المصري لتعبيره عن رأيه في استباق هايل الحقيقة، وبيطمني أنا كمواطن مصري على البلد دي إنها في إيد أمينة وإيد مخلصة وكمان إيد واعية جدا جدا للي بيحصل في العالم والتطورات ومدى الضغط الكبير لتصفية هذه القضية، وإن مصر ما زالت على موقفها من سنة 48 لغاية النهاردة إنها هي الحليف الاساسي والعمود الصلب والذخيره الاساسيه للقضيه الفلسطينيه. والحقيقه بيبقى ده قياده وشعب، مش بس كمان قياده. ودعوه مصر بكره لقمه القاهره للسلام، الحقيقه حتى اسمها معبر، هي قاهره قادره على القهر للمعتدي ولكنها دائما تدعو للسلام وتنحاز ليه في كل وقت. يعني بكره فرصه اخيره حضرتك يا استاذه هدير للسلام، وان قوى الظلم والظلام دي انها تفوق، العالم الغربي يتراجع عن مدى ظلمه وتماديه في انه واقف في صف اسرائيل في كل الاعتداءات والمجازر الوحشيه اللي حضرتك اتكلمتي عنها وامتداد هذه المجازر لغايه ما يحصل كمان تهديد لمستشفى الهلال الاحمر. اسرائيل بتصر على تفريغ غزه، اسرائيل بتصر، ومصر هي الواقفه بصلابه ضد هذا الاصرار، وبالتاكيد كمان امريكا معاها وبتساندها، لانه مساله قصف المستشفيات الناس هتروح فين؟ المستشفى مش مكان بس للعلاج، ده المستشفى. وبعدين نتبرأ من هذا الفعل، ولو انه الظاهر والواضح والجلي على مدار السنين اللي فاتت انه هذا هو النهج الاسرائيلي، استهداف مستشفيات واستهداف كنائس واستهداف اهداف مدنيه لا علاقه لها باي اهداف عسكريه. يا استاذ هدير، احنا المصريين عارفين من اول مدرسه بحر البقر العدو ده شكله ايه؟ وازاي زي ما استهدف اطفالنا في مدرسه ابتدائي بحر البقر زمان في السبعينات قبل حرب 73، ازاي ممكن يستهدف اي مستشفى او تجمع امن او سلم؟ اللي بيقتل الاطفال وبيقتل النساء كل السنين اللي فاتت
هم الإسرائيليين، اللي بيعتدي على المدنيين وبيهد عليهم بيوتهم هم الإسرائيليين. المسألة واضحة مش محتاجة، احنا محتاجين من العالم انه يمد ايده للرئيس عبد الفتاح السيسي ويعلي لغة الحكمة. وانه كيف يمكن يا دكتور باسل لقمة غدا ان تؤتي بنتائج ايجابية تحرك هذا المجتمع الدولي الصامت تجاه هذه القضية الفلسطينية وتجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، لأنه هذا القصف مختلف تماما عما كان يحدث في السابق؟ شوف، أنا هقول لحضرتك، كون أن مصر والقاهرة يعني تتحول إلى مركز للعالم في الأيام اللي فاتت، شفنا المستشار الألماني النهاردة رئيس الوزراء الإنجليزي أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام، كل الدول اللي موجودة وجاية تشارك في القمة، ده في حد ذاته وقوف في وجه إسرائيل وشططها في انها يعني تمارس هذا الغرور وهذا القهر على الشعب ده. ازاي ده يحصل؟ انه القمه بكره باذن الله تنجح، الناس والزعماء بتوعنا زعماء العرب وطبعا الرئيس السيسي وكمان الدول المضيفه، ان كان في دول زي تركيا او ايطاليا زي ما سمعنا، انه يبقى التمثيل ده على المستوى والقدر السياسي المطلوب. كل عيون العالم بتتطلع الى هذه القمه، ومن الممكن جدا أن توقف هذه القمة هذه الغطرسة. إحنا دولة جوار ودولة صمود حقيقي، يعني في دول كتير في العالم العربي بتقول إن هي دولة الصمود أو دول الصمود، الحقيقة لا يصمد ساعة الجد إلا مصر، ولا يقف ساعة الجد إلا مصر. فأنا يعني الحقيقة كل أمل إنه القمة بكرة تنجح والمجتمع الدولي يضغط لتهدئة، ووقف التصعيد يعني كفاية 4000 وشوية قتيل، وكفاية ان يبقى منهم 1500 طفل، لا في مساعدات ولا في سولار ولا في غاز ولا في اجهزة طبية، وكمان توعد بقصف المستشفيات، منتهى العداء على الانسانية ومنتهى الوحشية من اسرائيل ومن كل اللي بيساندوها. هل دي عمليات للترهيب وكسر الحالة النفسية والايمان بالقضية الفلسطينية يا دكتور باسل من وجهة نظرك؟ بالتأكيد، بس هم أنا مش عارف إزاي إن هم يعني عايشين جنب أهل غزة والفلسطينيين ومش فاهمين مدى صمود هذا الشعب، الشعب اللي صامد على أرضه بقاله سنوات من الاحتلال، الشعب اللي محتفظ بمفاتيح بيوته مصدية وبيقول عليها إن الصدى اللي عليها أكبر من عمر دول كتير موجودة في العالم دلوقتي، إزاي متخيلين إن الناس دي ممكن تتنازل بهذه البساطة عن أرضها وعن عرضها وعن كرامتها؟ مهما كانوا هيضغطوا في طرفين صد، طرفين دول طول ما هم واقفين انا اعتقد ان القضيه الفلسطينيه في امان، اهل غزه واهل فلسطين ومصر واهلها والقياده السياسيه فيها. صحيح. دول طرفي الصمود الحقيقي في القضيه الفلسطينيه من يوم انتهت ان شاء الله ما يبقى فيها حل باذن الله. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور باسم عادل، دكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.